من العاصمة الشرقية للمغرب، من مدينة وجدة الباهية، نلتقي اليوم بأحد مربي دجاج الزينة والبياض، إنه السيد حكيم الذي سيعرض علينا بداية بعض أنواع دجاج الزينة المتواجد لديه، لكن قبل ذلك سيجيبنا على تساؤل مفاده: هل يمكن للمبتدئ أن يعتمد على سطح بيته في إقامة مشروع دجاج الزينة؟ انطلاقا من تجربتي الخاصه. خويا نبيل في العلا، هي ان يعني انا هاد السلالات هادو اللي عندي هنايا نديرهم يعني غير في السطح، يعني ما ماشي خصك شي مساحه كبيره بزاف باش دير هاد التربيه ولا باش دير هاد الولاعه، لا بالعكس. يعني اللي هو مهم هو ان تهلا، وكما نقولوا المتابعه والمواكبه دائما، يعني تشوف الفلوس، تشوف الدجاجه، تعرف واش خصها، واش عيانه، واش مريضه، واش خصها دي فيتامين، واش خصها كما نقولوا مضاد السموم، واش يعني تكون المراقبه المستمره. كما كتشوف معايا هنايا راني ندير النظام ديال الاقفاص ولا الكيجان كما كنقولوا هنايا. ها هي عندنا هنايا كذلك، هنايا كاين النيغروس وكما قلت لك، لتحت كاين سيل برايت، هو هنا الداخل. يعني بالمجمل يعني راه التربيه كما كنقولوا تربيه ديال الاقفاص، وغير واحد كما نقولوا واحد المساحه اللي هي ماشي كبيره بزاف، يعني اي واحد مولوع يقدر يعني يدير هذا التربيه هذه، ولا يدير هذا المشروع هذا اللي هو في الحقيقه راه مشروع مربح. الا بقيتي تهلا وبقيتي كما نقولوا تواكب، راه مشروع مربح الحمد لله. تخص غير التهلا وما كيحتاجش واحد المساحه كبيره ولا واحد راس مال اللي هو كبير بزاف. اخوان دائما في اطار الجوله لهاد المجموعه ديال الدجاج او انواع الدجاج ديال الزينه والديكور اللي عندنا، هاد السلاله اللي كتشوفوها قدامكم كتسمى بسلالات الدجاج الحريري او نيغروسوا او السيلكي، يعني كل واحد شنو كيسميها، عندها مجموعه ديال الاسماء. الميزه ديال هاد الدجاج هذا هو انه حتى هو اللحم ديالو اسود، وعنده سبحان الله العظيم عنده 5 ديال الصباع. هاد الدجاج هذا كيمتاز يعني على غير الدجاج الاخر، الميزه ديالو انه عنده 5 ديال الصباع، وحتى الشكل كما كتشوفوا معنا الشكل ديال الريش ديالو داير بحال الشكل ديال القنيه، يعني رطب بزاف وكيميل للقطن بزاف، يعني واحد النعومه ملي كتفوت يدك هكا على هاد الدجاج هذا، واحد النعومه في هاد الريش ديالو. وكذلك حتى هو من بين يعني انواع ديال الدجاج ديال الزينه والديكور، كنتوفروا على البيض ديالو وكذلك على الفلوس دائما في المزارعه ديالنا. مرحبا بالجميع، وراه فيه واحد الجماليه زوينه بزاف، سيرتو ملي تحطو هكا وكيتمشى تمشى قدامك تبارك الله، صراحه واحد السلاله اللي هي جميله جدا، وسلاله نادره كذلك. واحد السلالة أخرى جميلة كذلك كتدخل في الجانب أو لا في الخانة ديال دجاج ديال الزينة كذلك والديكور. هذه سلالة كتسمى بالمهرج الإسباني، ذات مواصفات عالية، سلالة حرة ما شاء الله. سموه بالمهرج الإسباني نظرا للشكل ديال الوجه ديالو، إلا شتي معايا كيبان يعني كما نقولوا حنا كيلكلون ولا كالمهرج. والأصل ديال هذه السلالة، هذه سلالة إسبانية جميلة جدا وكذلك بياضة، غير الشوفة ديالها تكفي كما كتلاحظ معايا في الفيديو، كما كتلاحظ معايا يعني الشوفة ديالها تبارك الله ما شاء الله. هذه سلالة مستوردة كذلك، كذلك كما قلت لك اخويا نبيل، هذه البيض ديالها متوفر والفلوس ديالها متوفر عندنا بإذن الله. سلالة كتدخل حتى هي في الجانب ديال الزينة والديكور، كتسمى سلالة سيل برايت سيتروني، هذا نوع ديال سيل برايت سيتروني، قصير القامة كما كنقولوا بتي طاي، لأن كاين لي كرون طاي، ولكن كما نقولوا السلالة الحرة والنقية ذات مواصفات عالية هي اللي كتكون كما نقولوا بتي طاي. هذه سلالة كذلك جميلة جدا ومتوفرة عندنا في المزرعة ديالنا فيما يخص البيض والفلوس ديالو، ومرحبا بالجميع. ولعل من اهم السلالات او من اغنى السلالات على مستوى الدجاج، سلالة التي ترونها الان امام اعينكم،
والتي تسمى بالدجاج الأسود أو دجاج أيام الصيماني. هذه السلالة الأصل ديالها هو أندونيسيا، وكتميز بواحد الشكل ديالها اللي هو شكل كما نقوله جميل جدا، يعني باللغة ديال الدارجة ديالنا غير الشوفة ديالها هكا ديرها قدامك وتشوفها تكفي. فمن بين المميزات ديال هاد السلالة هذه أنها دجاج بياض، يعني كيبيض، وكذلك كيمتاز اللحم ديالو لأنه اللحم ديالو أسود والأحشاء ديالو سوداء والعرف ديالو أسود. هو غني بالبروتينات وبزاف ديال الحوايج، يعني كينصحوا به مجموعة ديال الأطباء يعني باش أن اللحم ديالو يتكل، يعني كما نقولوا هذا شكلا ومضمونا، يعني حاجة مزيانة شكلا ومضمونا. هذه هي السلالة ديال أيام الصيماني أو الدجاج الأسود، اللي نتمناو هو أنها تنال الإعجاب ديالكم. وبالنسبة للإخوان اللي باغي الفلوس ولا باغي البيض، رحنا الإشارة. نتمنى أن تعجبكم هاد الجولة هذه في هاد المجموعة ديال هاد كما نقولوا هاد الشيء اللي عندنا هنايا ديال هاد الدجاج ديال الزينة والديكور. ونتمنى إن شاء الله مرة أخرى يكونوا سلالات أخرين، لأن راه هاد كما نقولوا هاد الدومين هذا ديال السلالة ديال الزينة والديكور راه واحد المجال كبير بزاف، وفكين بزاف ديال الأنواع. حنا مقتصرين هنايا دابا على واحد الخمسة ديال الأنواع ولا ستة. إن شاء الله مستقبلا غادي نكبروا هاد المشروع هذا وغادي نمشيو لقدام إن شاء الله. ومرحبا بأي واحد باغي شي معلومة فيما يخص الأدوية المستعملة أو التلقيحات أو الفيتامين أو الطريقة ديال التربية ديال الدجاج ديال الزينة والديكور، حنا نقدروا يعني معاه ونعطيو له داكشي اللي استفدناه من الإخوان ديالنا اللي سبقونا والناس اللي عندهم تجربة كبيرة، نعاونوا بعضياتنا. ومرحبا بالجميع ونتمنى التوفيق لكل واحد مربي. الشكر الجزيل للسيد حكيم على كل هذه التوضيحات، والشكر لكم أيضا متابعينا الكرام على حسن وفائكم وتتبعكم لقناتنا. لا تنسوا دعمنا والاشتراك بمختلف مواقعنا على مستوى التواصل الاجتماعي. شكرا لكم مرة أخرى وإلى حلقة مقبلة بإذن الله.